السلام عليكم لي في ان شاء الله تكونوا بخير. جيتكم اليوم نحكي لكم على كيفاه يعني تقدروا تحلوا يعني شي هي الخطوات باه تفتحوا صالون حلاقه وتجميل. اول حاجه ما تنساوش الاشتراك على قناتي يعني باش يوصلكم كل ما هو جديد، الضغط على ابوني او اشتراك يعني. وغراح نحكي لكم على ما هي خطوات اللي لازم تديروها باش تفتحوا الصالون. يعني يقول لك كاين مثل يقول اساس المعرفه التجربه، يعني اللي ما يجربش ما يعرفش. اول حاجه يعني نحكي عليها، اللي حابه تفتح صالون تاع حلاقه وتجميل يعني لازم تكون حابه هذا الميتي، باغياتو، يعني ماشي غير باغي ديرها على جال. كيما نقولوا حنا كوميرس تجاره، دخل دراهم وخلاص، خاصها تكون فريمون باغياته، يعني تبحث فيه، تحوس تعرف، يعني تحوس تروح لبعيد، يعني خاصها تكسب الزبائن تاعها، تكون كاين عندها نتائج، ماشي غير زعما تاع المهم ندخل دراهم وخلاص. لا، حاجه ما تبغوهاش، يعني نصيحه مني ليكم، ما تدخلوا فيها، ما ديروها، ماهيش ليكم، ضيعوا وقتكم في الباطل. واول حاجه راح نحكي لكم عليها كيفاش يعني تكتسبوا الخبره، اكتساب الخبره. قادرين يعني صح لازم تدخلوا دون كيما نقولوا مركز تكوين مهني، ولا راه كاين لي زيكول بريفي يعني معتمدين عند الدوله. تتعلموا يعني لازم المبادئ تاع الحلاقه من ال زد، شي لازم شي لازم شي لازم. واهم حاجه هي التطبيق، صح التطبيق اكثر من النظري. سمحوا لي على الصوت هذا، جارتي راها فرحانه بالمولود، راهي تطقطق في الديناميت هي ولادها. اول حاجه هي الشيرات، هي التطبيق. اللي ما تطبقش ما تعلمش. النظري ما عندكم ما ديروا به، صيغه النظري اللي تفهموا تكونوا عارفين الاسس والمبادئ تاع يعني الحلاقه او التجميل، هذو يعني شغل هذو حاجه مهمه. ثاني حاجه يعني واحد يتكل على ربي ويقول بسم الله، اول حاجه ماشي هي ثاني حاجه، يعني اول حاجه شغل النيه، بسم الله واتكلي على يعني على الله، يكون عندك الدبلوم تاعك. نوصيكم البنات، كاينه حاجه نوصيكم عليها باش ما ننساهاش، قبل ما تدخلوا كيما نقولوا حنايا في هذوك لي فورماسيون، هذوك اكسيليغي تاع يومين ثلاث ايام يعني في الحلاقه او التجميل، يعني من الاحسن تكون عندكم من خبره، ماشي تروحوا نتوما ما تعرفوش حتى ديروا سيباراسيون ولا تحكموا في الشعره، ولا لا تكون عندكم خبره. يعني كاع ما وصلتوش كيفاه تدخلوا، كاين صالونات حلاقه يعني محتاجين المتربصات ولا عاملات، منها تتعلموا، منها تدوا الخبره، منها تخفافوا، منها يعني يدكم تتعلم كلش، يعني كلشي بالوقت تكتسبوه، يعني مع العاده 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 تولوا خفيفات ومتمكنات ومحترفات. نزيدكم ثاني، ابتعدوا على الناس السلبيين، كاين اللي تقول لك لا وخطيك، يعني كاين اللي يشوفوا الحلاقه يعني ميتي طايح، هي بالعكس يعني خدمه تاع ملوك، انا نشوفها خدمه تاع الملوك، نشوفها فن بالعكس، يعني ما تقولوش يحكوا على حاجه ما جربوهاش. ثاني حاجه ماشي ثاني حاجه، راني غير في ثاني حاجه وثالث حاجه، بعدوا عن الناس يعني اللي يقولكم يعني خطيك هذه وهذه ما كاش منها وما راحش تنجح وما راحش ديك وما راحش ديك. يعني كاينه حاجه البدايه دائما يعني شيرات دائما تجي صعبه، اول حاجه اول حاجه اول بدايه في اي امر في اي عمل في اي دراسه في اي حاجه تكون صعبه صعبه، بالوقت بالتعود بالتطبيق تولوا محترفين. يعني والطموح تاعكم توجور يكون تكونوا طموحات، يعني تكون عندكم اهداف، ماشي غير تخدمي بها يعني باش تكسبي دراهم وصايل، لا تكون عندك هدف، يعني هدف يعني تشوفي لبعيد، عندك يعني هدف معين مر العمل في المجال هذا، ماشي غير نخدم ودراهم وخلاص. ثاني كاينه حاجه واحده اخرى ما تنساوهاش، توجور المنطقه تاع المحل تاعكم تكون منطقة يعني مليحة، تكون معروفة، ومن الأحسن ما يكونوش متواجدين فيها الحلاقات بزاف. إلا كانوا متواجدين فيها بزاف يعني غادي يمشي بالساهل أنهم يثقوا فيك ويخلوا الحلاقة تاعهم السابقة ويجوك. توجو حوسوا على أن أندغوا ما فيهش كيما نقولوا الاكتظاظ هذا تاع ولا تجمع الحلاقات بزاف، شغل أنتيغا فيير تبداو فيه نتوما ديريكت، شغل
تكابتو الزبائن ديريكت يجيو ليكم ان صالون جديد يبغوا ديكوفرو يبغوا يعرفوا قريب ليهم. دونك المنطقه تلعب دور كبير في العمل. ثاني كاينه حاجه اللي ما عندهاش ما تقدرش تفتح صالون يعني مبدئيا، تقدر تبدا بينها بالروحه في الدار، في شومبرا عندها في الدار ولا هكا، تشري الادوات غير بشويه بشويه تبدا تخدم يعني كما نقولوا حنا. من الاحسن انك تبداي في الاقارب حباباتك جاراتك، بصح تخدمي خدمه نقيه ماشي خدمه تاع تكوني تعرفي شلازم يعني المنتوجات وكيفاش تستعمليهم، ماشي تحرقي لهم شعورهم ولا وجوههم ولا غير تطبقي وخلاص. ثاني نحكي على حاجه واحده اخرى، يعني تبداو غير بشويه يعني بالقليل. انا كي بديت يعني في الاول بديت غير بشويه بلا كوافي وغير بشويه نشري هذه غير بشويه درجه الحمد لله، يعني كان عندي لو ماتيريال كامل. كل شيء يبدا بشويه، ماشي تروحوا تشوفوها يعني حاجه صعبه لازم لي كلش من الاول، لا ابداي بشويه كوني روحك، خلي تكون عندك خبره مليحه ومن بعد بداي تزيدي في الماتيريال اللي خاصك اللي فريمون نيسيسير، ماشي تروحي تجيبي صوالح انت ما كاينش محتاجتهم ابدا وما كاينش كما نقولوا حنايا خبيره فيهم. بشويه توليتي شغل تعرفي شنو خاصك وشنو ما خاصكش. نزيد نهضر لكم على حاجه اخرى، يعني من غير تخدموا يعني قادرين ثاني تخدموا ادوميسيل كما نقولوا حنايا ديبلاسو. كيما انا ثاني قبل ما نفتح الصالون تاعي نتفكر روحي باللي كاين الفاميلات كاين اللي زعما شافوني خدمت يعرفوا الخدمه تاعي كيفاه دايره، كانوا يوروني للناس فلانه يعطوني ميرو تاعي. كنت نخدم ادوميسيل، كنت نتنقل لهم للعرايس لاي وحدين على بال كولوغاسيون كوافير استيتيك، نتنقل لهم لبيوتهم نروح لهم حتى لعندهم للدار باه نخدم لهم وندي الاجره تاعي، يعني حتى اجره زعما التنقل تاعي نزيدها ماشي نروح هكا وخلاص. ثاني لازم نوصيكم حاجه، تعرفوا كيف تكسبوا الزبائن تاعكم، ما تشوفوش الزبونه غير دراهم، ما تشوفوهاش دراهم، يعني هذه اول حاجه. وثاني بالوقت مادام يعني هادو اللي ما عندهمش اللي نحكي عليهم زعما يبداو يلموا بشويه، يبداو مبتدئات يبداو يخدموا ادوميسيل بشويه لموا الدراهم، لموا قد ما تبداو تلموا كريه تاع عام على الاقل، كريه تكرو عام وبداو يعني اتكلوا على الله وبداو في المشروع تاعكم وكل شيء بالوقت يسهل. ثاني كاين حاجه واحده اخرى اللي يعاونوكم يا شيرات، يعني قادره في الدار وديريها، تفتحوا صفحات على الفيسبوك ولا الانستغرام، يعني دروك كل شيء راه ماشي بلي ريزو سوسيو، يعني بالمواقع الاجتماعيه هذه، حلوا صفحه وولوا حطوا فيها الاعمال تاعكم الخدمه تاعكم الرقم تاعكم، يعني واش تقدروا ديروا واش ما تقدروش ديروا، ومنها يعني تكون كاين لو كونتاكت بينكم وبين الزبائن تاعكم وتكسبوا ثقه الزبائن تاعكم. وما تستناوش ثاني كاينه حاجه، ما تستناوش الانتقادات تاع الناس، هذه شا تقول وهذه شا ما تقولش، باسكو انتقاد وين ما تروحوا تلقاو الانتقاد، يعني ما تلقاوش قليل وين تلقاو زعما اللي شغل يبوسيكم يعني يقولك راكي مليح وواصلوا بشويه وغادي تعرف، لا بعدو ديروا على الانتقادات يا شيرات ما دير والو. يعني والحلاقه كاينه حاجه، الحلاقه كاع نغلطوا في الاول ونتحدى اي حلاقه ما غلطتش وما خسرتش الشعر وما قصتش زعما ما قطعتش الشعر كما نقولوا عوج، كامل البدايه تاعنا كيما هكا كاع نخسروا ونتعلموا، يعني يقولك مورا كل محاوله فاشله محاوله ناجحه بالطبع. بشويه توصلوا للهدف تاعكم. نزيدكم حاجه واحده اخرى، يعني اهم حاجه نزيد ناكد لكم عليها، سي التطبيق ثم التطبيق، ماشي تبقاو تتفرجوا يعني على القنوات في اليوتيوب ولا تروحوا ديروا فورماسيون وراكي ترفدي في راسك. شوفوا شيرات كاينه حاجه انك تشوفي وتطبقي، فرق كبير. التطبيق هو اساس النجاح، اللي تشوفيها طبقيها، معليش على 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 جارتك على اختك على حبيبتك على فاميلتك، بصح تكوني عارفه يعني شا ديري شا ما ديريش، ماشي طبقي من راسك وخلاص. نزيدكم ثاني باريكزوم في الماكياج، ثاني في لي شينيو في التقصاص، يعني بشويه تولوا محترفين، تتعود يدكم تولوا خفيفات يعني بالخف، او اللي ديروا شحال من ساعه ديروا ساعه نص ساعه ربع ساعه. نزيدكم حاجه اخرى لي في واللي هي الوثائق، يعني تاع السجل التجاري ولا بطاقه انحرافي ولا
ننصحكم انكم ديروها باسكو تنفعكم بالبزاف. يعني شغل تولو تكوتيزو لا ريتريت تاعكم تخدموا، يعني خاطر كي درتي ريجيستر دروك ولا بطاقه احترافي راكي تخلصي لا كازنوس لي زامبو تمشي ريغلو، خاطر تبقى لك يعني قاعد بالعين حانوت تاعك ولا الصالون تاعك ولا مش عارفه شي تقدر ربي عندك يعني مدخول زعما داك التعب تاعك تاع شحال من عام ما يروحش كيما هكا. كاين تقول لك لا ونحل في النواغ ولا ما نخدمش، بالعكس انا ننصحكم حلوا خدموا نيشان كونكم كوريكت، يعني كاع اللي بغى الكونترول يطيح نورمال، عندي الوثائق تاعي عندي الماتريال تاعي اللي لازم يكون لي برودوي تاعي يعني مش منتهيه الصلاحيه تاعهم، اللي يكون يمشي نيشان ما يخاف من والو، وبالعكس يعني هي حاجه ايجابيه لكم لا غوتريت. يعني كي تكبروا تصيبوا مدخول كاع ما تخدموش عندكم حاجه تدخلكم بلا ما تتعبوا، سيبوها ديجا خدمتوا عليها وقت فات. وفي الاخير نقولكم استناوا الدرس القادم او النصيحه القادمه يعني بشويه بشويه شاك فوا باش نحط لكم. ما تنساوش البنات الضغط على زر الاشتراك يعني باه يوصلكم كل ما هو جديد، وتقدروا تتابعوني يعني كل خطره تشوفوا درس من دروسي في الحلاقه والتجميل، والدرس القادم ان شاء الله. السلام عليكم.